ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. وخدنا من دي كم حكم؟ الضرورة أبونا شيخ كبير، والضرورة على قدرها ما تزيدش، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الضرورة أخرجتهم خلاص بقينا زي بعض، لا، وهمة المجتمع الإسلامي إنه ساعة ما يشوف امرأة قامت خرجت لشيء يقضي لها حاجتها علشان هي. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كأنه كما حدثت القصة طول ما هو ماشي في السكة مش لاقي أكل، وكان يأكل من بقل الأرض، حتى إني بقى جلد على إيه؟ على عظم، وبقى عنده هزال، وبعد ذلك طلب من الله، مع إنه هذه الحالة وشاف المرأتين في موضع قام وإيه وأضع أضع لهم الحكاية. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى يريد من الضعيف أن يتجه إلى المعونة، وحين يتجه إلى المعونة فلن يفعل هو وإنما يفعل به الله. مش هقول مانيش غادر ولا مش، لا لا، على قدرك، بدليل انه لما جه انا بتصوره بعد ما عمل العمليه اللي عملها دي رجع هفتان، بدليل ان اول ما قعد يصلي قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قوله ربي دعاء بما يناسب الاجابه، كان يقدر يقول يا الله، إنما أصل الله يعني معبود له أوامر ونواهي، إنما رب متولي التربية، فجاب الصفة اللي إيه لأنه أنت ربي، وما دام ربي وما اللي تولي التربية وأنت اللي جايبني في الكون لا عايز، أنا عايز أكل، عايز إيه؟ ولما أنزلت إلي من أنت، حتى نجاب لي واحد أكل دلوقتي برضو أنت اللي أنزلت، لأنك حين تسلسل النعمة مع أسبابها تنتهي إلى أن الله هو فاعلها. لما تروح للرغيف تاخده من الطابونة، وبعدين تشوف الدقيق جاي منين، وتشوف الغلة جاية منين، والله هتسلسلها كلها لحد ما تصل إلى أن الله هو الذي أنبت. ولذلك ساعة ما يقول الحمد لله يقول لك صيغة العموم في العموم، حتى إن حمدت إنسان على إنه عمل لك جميل فالحمد كله راجع لله، لأنه هو جاب لك الجميل ده ذاتي، اداني حاجه جايبها منين؟ لما تقعد تسلسلها كده الله تلاقيها واصله لمين. يبقى الحمد لله بكل صوره وبكل توجهاته حتى ولو كانت للاسباب. إذن الحق سبحانه وتعالى هو اللي ماسك زمام الامر العالي، وانما عمل الاسباب باذنه، بدليل انه يخلي الاسباب مره تكدي ما تجيبش حاجه. بس كانت بعض الدول في باكستان قالوا ده السند الغلة القمح عندهم ايه وافر وسيأخذوا ويصدروا، فقبل ما ينضج جاء شوية مطر وشوية مش عارف ايه راحت وجابوا لهم اكل من امريكا من حيث لا يحتسب، يرزقهم من حيث ايه مش اللي عمل لها حساب لا يمشي. يبقى اذا اني لما انزلت ولو كان على ايد مين، ولو كان على ايد حد، ما لما انزلت الي من خير ايه فقير. يدوب ما انتهاش من الحكايه دي فجاءته احداهما، احدى المرأتين على طول كده، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. كلمة على السحياء يعني مشية مستحية، في المجيء مستحية وفي المشي مستحية.
الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه؟ وفي مشي. تمشي على استحياء. وقالت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما كدبش خبر، مش هو قال اني لما انزلت الي من خير فقير؟ فمعناه بقول ما دام ربنا بعت لي سبب من الاسباب خلاص ما اتأبش لي بقى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما قالش مشي ازاي ولا دلته على الطريق ازاي ولا ايه مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصه ان الريح كانت من خلفهم جايه من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تأثر في لصق الثياب بالجسم. فلما مشت إحداهما قدامه عشان تدله على الطريق، الريح عمل ايه؟ لزق الفستان. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبان. فهو بيقال انه التفت كده وقال لها يا هذه سيري خلفي ودليني بيه، يقول لي امشي يمين روح يسار، امشي فين روح يسار. الله، يبقى يعني معناها انه ايه؟ قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، ما طبعا ما جابش بقى الحتة بتاعة الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ما هو أصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف ايه، فطمنوا على المسألة الأولانية دي. قالت إحداهما هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف ايه؟ يا أبت استأجر، ادتنا حكم جديد بقى. الحكم الأول أبونا لا نسقي حتى يصدر فسقى لهما، ادي ثلاثة. الرابعة ايه؟ قالت احداهما يا ابتي استأجر. الله، استأجر ده دليل على انها ما عشقتش الخروج وعايزة واحد يجي اجر عشان ايه يعافيها من الحكاية دي. مش هما بقى النساء عايزين هما اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت فرصة عملت ايه؟ عايزة تنكن في البيت. قالت يا ابتي استأجره هو. طيب يا أبت استأجر، شرط في الأجر إيه؟ شرطين، قوة على العمل وأمانة في الأداء. إن خير من استأجرت القوي في الأمين. طب هي حكمت الحكم ده إزاي؟ برضو القصة بتقول لما حكمت هذا الحكم، لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس اللي بتسبيسوا وغيرها، ما راحش اقترأ على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم. وبص كده لقى مكان طالع فيه شوية خضار كده، فبص لقاه ايه؟ الخضار ما يطلعش لك عند مسقط مية، الا ان البئر مردوم بحجر. فاهتدى الى ان في بئر ثاني، ساب الرعاء في حالهم وراح على البئر ويلحلح في مين؟ في الحجر. فشاله، فوجد ان الحجر اللي شاله ده ما يطيقوش كام راجل، ومع ذلك شاله. فعرفت انه ايه؟ قوي. وقال لها امشي ورايه، فعرفت انه ايه؟ انه امين. ان خير من استأجرت القوي الايه؟ القوي الامين. الاب يعني عنده حذر، وحيدخل الولد البيت ويبقى اجير وراعي ويروح ويجي، وفي بنتين في البيت، هيخيلوه بقى ولا ايه؟ هيقعد بقى يعمل ايه هو؟ فقال بقى الاحسن انه ايه يتجوز واحده ونرتاح بالحكايه دي. برضه جاء مبدا جديد، احنا نسمع كده الناس الكويسين في البلاد يقول لك ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك.
طب ودي ليه؟ قال لك لان كبرياء الناس ما يخليش يقول للواحد شاب فيه كل المواصفات في الخير تعالى ما خد البنت اللي عندي، وان كان في ناس بتعملها برضه، ودي بتحل اشكال، لان من الجائز ان واحد يكون سوي الدين سوي الخلق، بس مركزه اللي بيقولوا عليه مركز اجتماعي مش هو، وفي واحد مركزه اجتماعي كبير فيتهيب انه يروح يقوم على رجل مثل هذا ان يجرئه، مش ضروري بالتصريح او اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، مش ضروري، اما يقعد يا دي انت لسه ما اتجوزتش، ولا ده انت الف واحده تتمناك يا عبيد، ده انت شاب مش عارف ايه، ده انت حضر. يقوم الواد يعمل ايه؟ يبقى ياخد شويه ايه جرأه، لما ياخد شويه جرأه يروح ايه يخطب، هو متهيب مركزه الاجتماعي ما يسمحش، انما خلقه كويس ودينه كويس، دي تحل اشكالات ولا ما تحلش؟ تحل اشكالات كبيره قوي، وبعدين تبقى ايه؟ تبقى اسوه في الناس، ما تخليش واحد فيه مواصفات الخير كزوج ويتهيب ان هو يروح، لانه هو بيتمنى انك انت تجيب، بس انت افسح له الايه؟ افسح له المكان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اباح ان نعرض للمراه التي توفى عنها زوجها وتقعد محصوره بقى جوزها توفى ومش عارف ايه ويا ترى هتجوز ولا ما اتجوزش، يقول لها يا شيخ اصبري، ده انت سوق رايك، الف واحد يتمناك، يعني لما احلاها كده انه يعني انه مخرطم على حاجه. ولذلك بيسموه ايه؟ عرضتم به من ايه؟ خطبه. نعم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني، يبقى اجير عندي 8 حجج، وبرضو عشان ما يفهمش انها تلقيحة قوي يعني مسك المسألة من الصحيح، وان اتممت 10 فمن عندك، يعني مش لمية البت برضو، وان اتممت 10 فمن ايه؟ فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك، ستجدوني ان شاء الله من الصالحين، اما تعيشني هتلاقيني استحق انك انت ايه تناسب، يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المده كمان، وده اللي حصل. فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال هات الاجابه او القبول. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت، أنا حسب بقى مزاجي أقضي 8 أقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا أخذ العلماء برضو أحكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكايه انتهت. أم قال لك لا، اخذوا ان تسميه المهر هي المطلوبه، تسميته، انما قبضه تقدر تاجله كله تعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب ايه؟ وتسيب نصه، بس على انه اي ثمن بضع المراه بحيث اذا ماتت هي ذهب الى تركتها، مهرها يروح لتركته، اذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى اذا تسميه المهر هو الشرط، انما قبضه مش مهم، بدليل ان هو قال له ان تاجرني والاجاره هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمسألة. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال أني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقوم اتكلموا في موضوع بعيد عن الأكل، والرجل جعاه بقى المنطق يعني ما يجيش إن هم يأكل لازم ضروري. قال بقى أهل السيرة إنه لما دخل جاء أكل
ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل. فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما اكلش، ده انت جعان وايه بما انزلت الي من قيل فقير. قال له لما؟ قال ان اهل بيتي لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا، وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الآن نأكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل، الأجل اللي هو يعني 8 إلى 10، وسار بأهله. احنا قلنا الحق أطلق على المرأة ايه؟ ها؟ واحنا نفسنا في الاستعمال نقول أصل أهل وياي، ونقول والجماعة وياي، اللي احنا قلنا لأنها بالنسبة للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير، وتزيد شيئا لا يصح أن يقضيه غير، تبقى قامت مقام الايه؟ الجماعة، تعمل له كل حاجة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. اتكلمنا في آنس دي زمان، معنى آنس أبصر ورأى، أو آنس أحس بشيء يؤنس من الإنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده. نعم. قال لأهله امكثوا، امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره يبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كني دي حاجة خاصة بقى، حاجة إيه خاصة. أنا آنست إيه نارا، لعلي ولعل دي كلمة رجاء، أن آتيكم منها، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر، أم قال لك ما هم تايهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني نمشي ازاي، احنا فينا حتة وما احنا عايزين نروح فين والناس يقولوا له. فأهم شيء هو ايه؟ الخبر. أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى اذا كانوا فيه تايهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظة ايه؟ حاجتين اتنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الامرين الاتنين. احنا قلنا هناك لما كده قال ايه؟ فقال لأهله اني آنست نارا، في آية كده ما قالش مكثوا. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يجي يقول لها ايه انا آنست نار، انا هروح علشان اشوف حاجة او جزو او خبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ يقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احناش عارفين حاجة، امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل؟ يبقى المساله ما جاتش كلمه ورد غطاها، ده اخذت مراجعه. الاول قال لها انا آنست نار ساتيكم منها، ما قالش لاهلهم كسوا، ما جابش الحكايه، قال لهم بس استنوا انتوا بس هنا، انا ما نروحش للمخاطر، احنا الاثنين انا اروح انا، يبقى لازم يتكلموا مؤاخذه ايه؟ اخذ ورد. مرة لأهله آنست نارا ما قالش مكثوا، وبعدين مال لما اتراودت وياه وتسيبنا لوحدنا ومش لا بس استنى، يبقى حصلت مرتين ولا مرة واحدة؟ طيب هو قال مرة
سآتيكم منها. وبعدين راجع نفسه، طب ما يمكن يروح ما يلاقيش، يلاقي النار انطفت. قال لعلي مرة ثانية، قال لي أنا مش حاول، مش حد وعد بإن أنا أجيب، لعلي آتيكم منها. طيب هيجيب النار، نار إيه؟ النار دي أنواع، إن كان فيه لهب يجيب شعلة كده ويجيب، وإن كان اللهب انتهى يجيب جزوة من اللي النار طابت كده وياخد جزوة منها. مرة لعلي آتيكم بشهاب خبز، ولعل آتيكم بإيه؟ بجزوة. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لأ؟ كل الاحتمالات. طيب يعني ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة. هناك انس من جانب الطور نارا بس، والجانب الايمن من الطور، انما هنا عامل لها ايه؟ خريطة. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الايه؟ من الشجرة. وهو الاول قايل من جانب الطور، يبقى من جانب الطور هو الايمن، وحتى عند البقعه المباركه من الايه، يبقى هنا المواصفات والوصف دقيق. في البقعه المباركه من الشجره، ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. طب بالله لا الف له بان يخاطبه الرب، ونبص يلاقي الصوت جاي له من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكتر، والشجرة اللي جاية منها النار في عود منها تزداد خضرة، بقى النار بتزداد إيه؟ اشتعال، والشجرة تزداد خضرة، نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في خضرتها، ولا الخضرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي؟ مسألة ماشي. وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان. فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا الله. مسألة بقى يتبرجل ولا ما يتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية، يقول أنا ربك. كل ما يلاقيه جاي يجيب له خطاب. يبقى إذن كل الخطابات جت ولا لأ؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب. أمر يقولك يبرجل، أدي النار وأدي الخضرة وأدي مش عارف، والصوت جاي من كل مكان، مسألة مش عادية في كده. هل يستقبلها كده بسهولة ولا يبقى فيه مراجعة؟ لازم فيه مراجعة، والله يخاطبه بكل ما ورد في الخطاب. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصا كده عشان يوظفها بس كده على طول، أن ألقي عصاك. لكن في اللقطة الثانية قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحالة اللي شايفها دي وحاجة تبرجل، يقوم ربنا بده يؤنسه، زي أنت ما تدخل عند صديقك والولد الصغير داخل وبعدين في ايده برتقانه، تقول له ايه اللي في ايدك دي؟ وانت بتستفهم منه ولا عايز بس قال له وما تلك بيمينك يا موسى، عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى ما يكون الى الرب والاله، كان يكفي في الجواب ان يقول ما تلك بيمينك يا موسى، يقول ايه؟ طب ربنا عارف العصا، عصا هو مش عارف انها عصا. هو قال لك ايه العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا، وقال لك انت شحتها ولا جايبها منين؟ ما تكلمش في الحكايه دي. طب هي تقول عصا، ادي الجواب، عصايا دي تعمل نعمل بها ايه؟ وهي نعمل بها ايه؟ واتوكأ عليها نبل واهش بها على غنم. قال ايه؟ ده هو بيسألك ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب عصا. خلاص، انما قال عصايا وهي، ازود هي وعصاي، وجاب قصتها وياه. قال لك اهل المعرفه، قال لك ان موسى
حينما يأنس أن ربه يكلمه لا يريد أن ينهي الموقف بل عايز يستمتع بخطاب الله أطول مدة. إيه المسألة كده؟ كلمة ورد غطاها، ده كلمة ورد غطاها معناها لمن تكره أن تكلمه. ولذلك يقول لك يجي يناقشك تقول له هي كلمة ورد غطاها خلاص، إنما ناخد وندي في الكلام. لكنه عرف إنه أسرف أو في ما حبش يقول المآرب أخرى، هو كان عايز برضه يقول المآرب الأخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لأن لكن لأزودها شوية ولي فيها إيه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المآرب دي إيه، قال لك ده كتير أوي. طب مش هو ماشي في مسافر، مش معاه مثلا بؤجة فيها هدوم مثلا، مش معاه حاجة فيها الزيت بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ايه ويشيلها زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح يركز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح خططها ويقف في الايه في الظل، قبله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه يضرب. الله، إذا لها مآرب أخرى ولا لا؟ يبقى أوجد أطنب أولا ليزداد أنسه بربه، خلاص؟ ثم أوجد ليظل أدبه مع ربه. وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا ان النار تزداد والخضره تزداد وهم ويا بعض ولا تطغى على ادي وتطغى، والكلام يجي لنا من كل مكان، وبعدين عصايا وتنقلب. مش كان من الممكن اننا نعمل مجدبه ان العصايا تنقلب شجره خضره، انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتيه خالص وراحت للحيوانيه، ومش للحيوانيه الهادئه العاديه، ده ثعبان خفه حركه وهيصه وبتاع، كلها ماشيه المسائل ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.